جزء كبير جدا من الانفورميشن بروسيسنج بيعتمد على الهيومن ميموري. نقدر نقسم الهيومن ميموري في الابلكيشنز اللي تهمنا لنوعين مهمين جدا، الشورت تيرم ميموري واللونج تيرم ميموري. الشورت تيرم ميموري ساعات بنسميها الوركينج ميموري، دي عباره عن يعني ميموري بنقدر نعملها فاست اكسس وريتريفال تايمز، بتبقى لها ليميتد كاباسيتي، واكشوالي الانفورميشن اللي فيها بتبقى رابيدلي لوست لو احنا ما استعملناهاش بعد كده. اوكي، يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو فرضا سمعت دلوقتي محاضره وخلاص كده وذاتس ات، رجعت عليها وما استعملتهاش في اي حاجه، موست لايكلي ان انا بعد فتره يعني مش كبيره هلاقي ان كل الحاجات اللي انا سمعتها دي اولموست اكني ما سمعتهاش. فدي تتحط في الشورت تيرم ميموري، لازم ننقل الحاجه للونج تيرم ميموري عشان يبقى ايه، يبقى اقدر احتفظ بيها لفتره اطول شويه. فاللونج تيرم ميموري بتتميز ان هي السايز بتاعها اكبر بكتير، يعني فعلا ممكن احط فيها حاجات، ممكن يعني بتكلم عن حاجات في يعني من اول الجيجا بيت، يعني بتكلم عن حاجات اكتر كمان، يعني ممكن اتكلم عن حاجه فيعني مثلا يعني مليون جيجا بيت مثلا ممكن اخزنهم في اللونج تيرم ميموري. ودي طبعا بتتفاوت بين الاشخاص، وممكن نقسمها لنوعين، ديكلاراتيف لونج تيرم ميموري او بروسيجرال لونج تيرم ميموري. ديكلاراتيف دي معناها ان هي بتكلم على الحقائق او الحاجات الاساسيه اللي هي عباره عن كلام بحفظه زي ما هو كده، او معلومات بحفظها زي ما هي كده. اوكي، فبيسكلي بتكلم ان هي عاده الريتريفال بتاعها بيبقى سلوور ذان الشورت تيرم ميموري، بس طبعا بقدر احتفظ بالحاجات دي فتره اطول طبعا. البروسيجرال بقى بتكلم على حاجه مختلفه شويه، از هاو تو دو ثينجز، يعني مثلا السكيل بتاعه ركوب العجله مثلا، او السكيل بتاعه السباحه، او فرضا بالنسبه للطبيب مثلا السكيل بتاعه اللي هو بيقوم بعمليه جراحيه معينه. اوكي، دي الحقيقه بتبقى ليرند باي اكتيفلي براكتسنج ا سكيل، يعني بتيجي بالممارسه، والحقيقه بتفرق جامد جدا ان هي فيري سلو تو ديكي، يعني صعب جدا ان انا انساها. اوكي، يعني مش سهل ان انا انساها، يعني حد صعب قوي ان انا يعني اتخيل ان واحد يكون اتعلم ركوب الدراجات مثلا وبعد فتره طويله جه يركب العجل ما لقاش نفسه عارف يركب العجل، لا دي حاجه مش لايك انها تحصل. فدي واحده من الحاجات المهمه قوي، واحنا اكشولي لو احنا كمهندسين حتى لازم ان احنا نحاول دايما ان المعلومات بتاعتنا تبقى في البروسيجر لونج تيرم ميموري، عشان دي هي فعلا جزء مهم جدا، وهو ده اللي بيثبت المعلومه. يعني في فرق ان انا اكون يعني بيبقى عندي المعلومه ديت مجرد بس حافظها كده وخلاص، وفي فرق ان انا اكون يعني خدت المعلومه دي طبقتها واستعملتها في حاجه عمري ما بنساها لو انا عملت كده.